انت حلوه وحابه تكوني احلى، تمحي اثار الزمين والايام، عندك مشكله وبدك تلاقي لها الحل. انا ليلى عبيد بهديكي وبهدي المكتبه العربيه كتاب طبيعه اجمل من حواضر البيت وخيرات الطبيعه، وكتاب خلطات شرقيه من سحر الشرق وعبق تاريخ بلداننا العربيه، بقيت ملونه من وصفات جماليه للمراه الشرقيه، يا احلى ما قيل بالحسن والجمال وجاذبية الزمان. ببيوتي بلا العبيد اليوم موضوعنا رح يكون الحواجب يلي أكيد كتير مهمين، بس أوقات ما بيكونوا على نفس المستوى. شو هو الحل وهل ضروري يكون في حلول جذرية؟ منشوف مع ليلى. بونجور. بونجور. يعني منشوف كتير من كبار هوليوود ستارز الحاجب مختلف عن التاني، وهذا الشيء بيعطي أوقات شارم وحتى بيعطي شخصية يعني حقيقة. وسمتايمز فينا نصلحه وفينا نوصل لحاجب انه يكون الحاجب مثل التاني، ولكن في مشكله كثير معروفه عن الحاجب يلي بيكون ليفتد من ميله وحده وبيكون من الصعوبه انه نقدر نتخلص منه. خلينا نبتدي اليوم بشيء انه قبل ما نوصل للحواجب حبيت اني اقول انه مع انه نوفمبر معروف انه بيحمل كثير نيجاتيف اتيتيود، وهذا الشيء بنلاحظه الهالوين وعيد الاموات و بتشوفي مودوز داي يلي موجود بامريكا، مع انه كثير نحن بنؤمن فيها، بس انا حبيت عكسها. وما بلش احكي عن الحواجب اخترت حجرين يلي هو التوباز والسترين، وجربت انه البس شيء هيك على اصفر اليوم لحتى نقول انه في شيء بيقولوه انه يلي خلقانين بنوفمبر اذا بيلبسوا هالنوع من الحجر بيترك لهم بوزيتيف انرجي، وقديش هالشيء مزبوط انا ما كثير بآمن، ولكن بقول خلينا نحكي عن الاشياء يلي هي من الارض. بتعرفي الحجر البريشس ستونز كلها من الارض، وفي بالماضي كانوا يؤمنوا باشياء بعد كثير أسوأ. كان الولد بس يخلق يعملوا يرسموا عين على ظهره يقولوا بركي الديفل اجى من ورا وفاجئه حتى يحمي، بقى هيك نحن هينه بعدها وي انجوي نفكر انه اذا باحجار فينا نغير المود، وهذا شغلي كثير ونعطي جود انرجي. اوقات بلمسه بسيطه فينا نغير المود. صحيح. كمان وممكن واحد اكيد مش رح يكون الحجر يغير له حياته. حقيقة. بس اذا كان واحد هيك مصدق بشغله بيركز عليها شوي يعني بيعطي جود انرجي، هو بغير نفسيته. ايوه هينا نوفمبر حمل رئيس جديد ولا توباز هلا حمل كمان وما بنعرف اذا من مواليد اي يعني نوفمبر حدا يكون حتى نحمي حالنا نقول هيك، ولكن انا بقول محامي الا ربنا. وهيدا هيك كيوت ثينج نحكي عنه مع بدايه حديثنا اليوم، لانه حديثنا ايبراوز، والايبراوز بيقدروا يعطونا لوك جرومد، فيهم يعطونا حزن، فيهم يعطونا فرح، وعندهم كثير مشاكل، والفيشل اكسبريشنز كثير مهمين نشتغل عليها لحتى نحافظ على رسمه العين، على جمال العين. بتعرفي لما لويس اراغون تغزل بإلسا وقال لها العيونة يلي هو الحاجب هو الكادر يلي بيجمل العين كلها، قال لها your eyes are the envy of the sky after the rain، عينيكي هن أمنية السماء من بعد الشتاء. وهيدي مش أمنية بس لإلسا، للمرأة كمان للرجل، للعينين، للعينين الحلوين. لما الإنسان بيكون عنده هيك جميل بعيونه هيدا شيء كتير مهم، وشخصيته بتعكس على البرسوناليتي. أنا اليوم بدي ركز على البرسوناليتي وانتقل وابتدي من إيناس دو لافريسانج. إيناس دو لافريسانج في عندها شيء مشهورة في قالته إيناس دو لافريسانج، قالت أنه في البيوتي هي ريزالت اوف فلو، بيرسوناليتي از كرييتد باي ذا بريكنج بوينت. هالشيء هيدا بخلينا نقول انه ان بارتيكولار الفيتشرز هن لهم دخل انه اني بيرسونز
personality in a person's character. واحيانا بنلاحظ انه ما كان عندها منخار كثير رفيع وكثير صغير، وكانت مشهوره انه عندها look natural، ونحكى عنها وقال كثير naturality is beauty، beauty is naturality لما بيحكوا عنها. وكانت من اشهر المودلز لشانيل، وبقيت هي الايكون، الايكون اوف كلاسي بيوتي، اوف فرنش كلاسي بيوتي. ونحن دائما بنفكر انه يكون في عنا كلاسي باللوك تبعنا. وبنبتدي لنحكي عن الايبراوز. الايبراوز في عنا اشكال كثيره وكذا شكل حاجب، وكل حاجب عنا اتراكشن له. ولكن الحديث اللي كان عن الحاجب لما بيكون ليفتد ومنه ليفلد مزبوط مع بعضه، شو بيعمل وكيف فينا نحلها؟ احيانا ما في حل، واحيانا في حل. قد ما نجرب انه نحط رسمه اوطى، رسمه اعلى، نجلس، نشيل بالحاجب، نرجع لما بنحكي بيرجع بيتغير، لانه هيدي مرتبطه بالعضل، مرتبطه بامور كثيره. رح نعمل حلقه عنها خاصه ليش ما فينا تو كوركت ات. مهما عملنا احيانا بيكون بنقول اخطاء تاتو، ما بتكون اخطاء، حاجب مرسوم غلط. بتقعدي على المرايه بترسمي حاجبك، بتشوفي الليفل مظبوط، بعد شوي بتشوفي تغير، رجع واحد يعلى لفوق واحد ينزل لتحت، لانه العضل عم يتحرك، لانه العضل عم يتحرك. وما في حل الا انه هيدا شيء اوقات يعني بالنهار بيكون في مثلا وقت تعب بيتغير عضل العين، اوقات بيكون في مرض مثلا هيك خفيف بيتغير عضل العين، اوقات ستريس معين، واحيانا ولا شيء. احيانا ولا شيء. اكيد نحن رح ناخذ اتصالات اليوم لحتى نحكي عن محور الحلقه، ورح نشوف شويه ستار براوز. في براوز كثير، في جماليات بحواجبهم، ولكن نحن نجرب دائما انه نشوف كيف كانوا هني وصغار وكيف لما تطوروا مع العمر اذا تغير شيء بحواجبهم. لان هي يمكن فيها تكون على عمر صغير بس فيها لا تبين مع صحيح. الوقت صحيح. وفي احيانا ما في مشكله عندهم، وبنشوف انه كيف حافظوا هالستارز على البراوز تبعهم من هني وصغار ومراحل عمرهم والبدايه مع الستار يلي نحن بنحبهم هني كثار. ومن أهمهم مثل ما منشوف أودري هيبرن. خلينا نشوف شو لاحظتي. لاحظي أنه حاجبها كان أرفع هي وصغيرة. الكاركتير الموجود بالحاجب إذا منشوفها الميد فوتو، بتشوفي أنه قديش علت التيل أوف ذا أيبراو وعطيت شوية هيك تاتش. ولكن أنا فضلتها بعدين إذا بتشوفي الصورة رجعتهم. منشوف هون بريجيت باردو. شوفي بريجيت باردو كانت اعتمدت كثير المكياج الغامق لانه حاجبها كان رفيع، ولكن لاحظي انه ما في حاجب مثل الثاني، منه مرسومين، منه محددين بكل مراحلها وحتى بعدين. انا ما بحب احط صور كثير لبريجيت لما كبرت لانه بحبها هيك، اتذكرها هيك. لما بنشوف بالصور الثانيه في عنا شيء كثير خاص مع اليزابيث تايلور. اليزابيث تايلور بتشوفي حاجبها كان دروبت، لحظه بتشوفي هي وصغيره حاجبها نازل، ونازل وهي بعمر صغير. وهيدا هالدروب بتشوفيها بتبشع، والحاجة والوجه كتير عريض. شوفي بالميك اب الكونتورينج والهايلايتنج شو غيرها وشو عطى للوجه جمالياته، بينما هي وصغيره الجبين العريض يلي ما بتعرفي الكواف المضبوطه لإله كيف ما عطيت جماليات بحاجبها. شوفي لبعدين كيف الحاجب ناتشرال، ولكن دائما الفل فيه جمال، فيه هيك اتراكشن للعين. منشوف صوفيا لورن حتى في مراحل إذا بتطلعي إذا أخذنا الصورة أقرب شوي، أو منشوف إنه صوفيا لورن ما كتير، أو ومارلين مورو. خلينا نشوف مارلين مورو. مارلين مورو شو بتلاحظي بحواجبها؟ بتشوفي إنه بعد التاتش زيتها، ولكن شو اشتغلت الانجل بالصوره اللي بالنص، بتشوفيها مطرحها غلط مع البيوبل وما بتحلي. واذا اخذتي الجولدن رول بتشوفي مطرحها غلط. شوفي بعدين كيف اعتمد لحاجب بين اثنين مرو بين اثنين، وصار ايديل الناس بتحب انها تتشبه فيه.
واخر سنتين كان كثير موضه قبل ما رجع الحاجب العريض. لاحظي قد ايه ما في، شوفي كل حاجب واحد طالع من هون واحد طالع من هونيك، ما في سيمتري. الفيشل اكسبريشنز تبع وجهه شارم يعني. ايه عطيها شارم. ولكن الحاجب اخذ مع الشفيف، طلع شفيفها لما انعطى اكبر، قد ايه انعطى جماليات اكثر لحتى نقول انه في تغيير. اذا بنشوف صوره الحواجب ككل واللي فيها مالتي ايبروز، هون عم نرجع نشوف صوفيا لورن. شوفي بصوفيا لورن بتشوفي انه كان كثير مقرب الحاجب من قديم بالمرحله الاخرانيه، يلي انا بشوف انه قرب لعيونها لقديم. انا بفضلها بالنص لما بنشوف الحاجب مور ستريت ومتاخد شوي لفوق. حلو الارغنس بالحاجب، حلو نشوف حالنا شوي. ولكن إذا منطلع بالآخر صورة بنشوف إنه الحاجب ما عنده شيء، ولكن الطول بالحاجب العاليمين اللي عم نشوفه فيه جماليات. حلو الامتداد بالحاجب، بيوسع العين وعينيها واسعين، عطيت قيمة أكثر لعينيها. إذا بنشوف صورة كل الحواجب، خلينا نشوف صورة كل الحواجب يلي فيها. قبل ما نشوف صورة كل الحواجب بنقول إنه أنا بدي أتشبه بالستارز، فيني حطينا شوية ستارز، ولكن هني ما عم يتشبهوا بحدا، هني أخذوا مقاسات معينة وستايل خاص فيهم وتركوا كاركتر. أنا بدي إنه الحاجب يترك كاركتر. صار في وقت إنه نطلع بكل هالحواجب اللي عم نشوفهم ونشوف أنا بشبه حدا منهم. أنا لما بغطي الأنف وبغطي الفم وشكل الوجه ما بشوف حالي أتراكتد كتير لشكل الحاجب، لأنه الفيشل إكسبريشنز الموجودة بوجهنا إلى مقاسيتها، إذا الوجه تريانجولر أو ريكتانجولر أو سكويرش أو راوندش، كل هالإشياء لها تأثير. إذا المسافة اللي فوق بالحاجب أضيق، أنا كيف بدي وسعها؟ بوسعها بالحاجب. إذا كانوا العينين قراب كتير كيف بدي وسعهم؟ بوسعهم بالحاجب. إذا بدي أعطي جمال للعين دايما بعطي هالكادر الحلو. مش معناتها نقول وبرة وبرة يعني خلص هي هالقصة للحاجب. أنا بعمل تاتو وبرة وبرة، طيب وشو يعني؟ إذا الوبرة ما بتحلي لي حاجبي وبكون عبيت إن ذا بلانكس وما أعطيت جمال، في أعطي شادو، في أعطي بودري وجمل حاجبي وحب حالي وشوف إنه حاجبي عطى أوقات مع العمر بخف الشعر بالحاجب، الوبر بالحاجب بخف، فهون يعني بكفي إنه يكون بس عم يرجع هو نفسه الحاجب بدون ما ضروري نغير الرسمة مع الوقت، لأنه بتغير كل معالم الوجه. وهي الحقيقة. ولكن بتعرفي إنه الوجه نحن بننزل مع الجرافيتي نزول، وي ايج، كيف بدنا تو لوك يونجر؟ أول بوينت بتطلع فيه هو الحاجب. هو الحاجب ليش بيقولوا بدي أعمل بوتوكس؟ لأن بدي أعلي لفوق، بدي أروح عكس الجرافيتي. هيا ناخذ اتصال. ألو ألو بونجور. يا هلا تفضلي، كيفك مدام كاسر؟ الحمد لله. وأنت؟ ماشي الحال. كيف بدي أسأل سؤال لمدام؟ عم تسمعك مدام ليلى. أوكي، بدي أسأل على البانس مان كان بيساعد شي بشأن الحاجب؟ حلو السؤال. هيدا أكيد السؤال بيتوجه لطبيب التجميل للبلاستيك سيرجن، ولكن هي شيء طبيعي نقول إنه إيه بيشغله، ولكن البانسمان كان معروف إنه ما بيضاين كتير. تأخذ قرار إنه أعمل بانسمان كان بس كرمال حاجبة، كمان هيدا شغلة صعبة. رح ناخد وقفة ونرجع نتابع.